احلو معايا ودنيكم ما سمعاش بيت نقول لكم يوم جاي عندي لا فوزيه هي وداك الجن ديال ولدها بسم الله الرحمن الرحيم. هاد الشاش تاعني تاعني بيجي لي الفضاء في الدار وبيرو لي ثاني الدار وانا ما قادت على هاد الصداع. انت يا مينا كاع البيوت بيدور عليهم الدار وزدتي ليها معاك حتى بيتي صافي ولا عليك ماما. وانت يا مريم فين ما تحركت بعيد واخا ماما صافي. وانت بالضبط سمعناش بيت نقول لك الا مشى حتى قال لك جبد لي اللعاب فينا هما بينا نلعبوا قول ليه ما عندنا لعاب. اش قلت لك الا قال لي نزبد اللعاب نقول ليه ما بقاوش عندنا اللعاب الماط هما ما في الزبل. ايوا هكاك وغادي تبقى قاعد حدايا ما تحركش. اه صافي ما نجي حتى شي حاجه نبقى قاعد حداك ماما. ايوا انا قلتها لك. وانت يا ايمن الا باغي مشي للطواليت سير معاه. لا الوالده برك عليه قال لي مشي مع الطواليت. كيفاش هضره ثاني راه بيع ودير ولي الطواليت كيف ما دار لي داك النهار وجه الاخر. صافي تني دابا مشي معاه صافي. ايوا هكاك راه خصك توقف عليه. امشي هما تحل الباب. لا لا قلت انت الارض انا اللي غادي نحل الباب معاك. كيف تمشي سيري داكشي اللي قلت لك جيري يلا نوضو سير بيوني نوضو نوضو. عاش من شافك يا اختي الباتو. ومرحبا والف مرحبا يا اختي فوزيه. الله يبارك فيك يا اختي الباتو. كي دايرين الوليدات كي داير واحد الراجل. اي والله ام لك الحمد. وليدي كي داير في الزهر موجود الخير يا وليدي والله يخلي عليك يا اختي فوزيه. كي دايرين العتبات يسول فيك الخير يا اختي فوزيه. والبنيه تا هما حدايا في الدار الله ما تخليهم يخرجوا النهار بدات هاد كورونا. ايوا الحمد لله الحمد لله هادشي اللي بغينا. ايوا تبقى درتي مع عكوزتي. خلي داك الجمر راك يا اختي الباتو نعاود لك اش دارت لي عكوزتي نهار الاثنين. وانا فايقه ضهرني راسي نهار الاثنين ما فيا اللي هضر مع شي واحد وقالت لك زيد يا بنيتي تني الحمام. ولاني تا هي بخبيص تا هي اختي فوزيه. بقيت نشوفها بحال هكا قلت لها خليها حتى العشيه نشربي فايده الراسي كاع ليها راسي. قالت لك لا انا الاولى. وي الشيطان بدات تجي معايا تجيب في الهضره وراه عرفتها هي بوحاطيه جا راجلي للغدا ياو تطيح عليا البط لي اختي الباتول. ايوا عرفت راجلي انا كيدير فاش نتحط انا هنا ومو هنا ما باقي كاع تنبان لي انا اختي الباتول. واش دار مع راجلي؟ وخلي داك الجمراك يا اختي الباتول اجي نعاود لك اش طرا ليا مع اختو. انت مينا اش بيتي؟ ما غادي نمشي دابا تعيا للطواليت ونجي صافي. لا لا اختي ما عندك كيفين تمشي هكا وجه للرجال. قالت لك ماما قابله. والله يسهل لك نجي دغيا للطواليت. ماما تعطلش عليا صافي يلاه نجي دغيا. يا وخلي داك ماما راجلي في الغدا بيتغدى لقاها مقلقه وهزه حجبانها الفوق. ياك زعما انت بقيتي ساكنه مع ما لاش ماما نسيت ما قلت لك ماما فيها الجوع. اه مسكين فيه الجوع. ايوا هكا وليتي تبصل فيه تاكل. لا لا اختي الباتول ما تياكل ليا في التبصيل. اه ما تياكلش في التبصيل تيعجبو ياكل هكا منو التلاف. والله يخلي عليك يا اختي فوزيه. اه ولفتها له من صغرو طبيعي عندي هاد الولد. كل وليدي بالصحه والراحه وليدي. ايوا نكمل لك يا اختي الباتول. قلت لك يا اختي من داك النهار اللي ما تيتها الحمام وي دايره معايا ها الماكله اللي قاتيت الشلاضه اللي صابت ما عجبها ولات هي قالت لك بدا كل مسوس فين المراه هي كان فيها شي سكر. ايوا ما عليك غير الصبر وليد. دابا يا اختي الباتول طنطيب غدا وغدا راجلي. ايوا دابا اش ندير انا اش غادي دير؟ ايوا واحد النهار لقيتها تخبي ليا المواعين ديال الكوزينه والطباصل والمعرق. سيري يا لالا قولي لراجلي بلي راه مرتك تهرس ليا الطباصل بالعاني. والمشكله راه تيت على الحمام وهي باقي شاده في قلبها. الله يعفو عليا منها يا سيدي ربي والله الا قهراتني بصحتي ما شاء الله وصافي. والله يا اختي الباتول ماما انا على وليدي الغزال بيت اللعمة انا. اي زدو تلعب نو سير وليدي تلعب معاه سير واخا ماما يلا لعبوا انا يلا. ايوا عندكم التابزو يا ولدي. ايوا قلت لك يا اختي الباتول علاه ما مشيتش للبيت ولقيتها مخبيه ليا واحد اجي نقز معايا في التلاف. لا لا شافتني ماما تنقز فوق التلاف غادي تطلبني. ويلي انت واش تخاف من ماما؟ لا ما تنخافش. اه تخاف من ماما؟ لا لا سير سير تخاف من ماما؟ لا ما تنخافش. يلا ما تخافش ماما كاجي نقز معايا. يلا بس عارف ما تنخافش انا دابا بيد نقز فوق التلاف يا الله. ويلي 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 تتنقز في التلاف. لا ماشي انا اللي نقزت والله الا ويلي قال لي نقز. هبط من داك التلاف هبط. تشاسو خلاصك بيت نقز. شنو هي؟ تشاسو خلاصك بيت نقز. هبط قال لي هبط. لا ويلي ويلي يا تشي هبط. لا ما بيت يا تشي قال لي دابا تنقزت فوق التلاف. يا الله ولا اني هذا ثاني داصر. واش انت داصر زعما؟ غادي نحسب الثالثة والله ما غادي من داك التلاف تنجيلي. مالك مالك بيدخل عيني؟ يلا الا كنت ملاقي سيني. واحد جوج يلا قيسين ثلاثة ما بيتيش اري لا يوريك يا اختي البنت. عرفت يا اختي فوزيه هادشي ما ساهل اللي تتعاودي ليا. انت فيها انت فيها انت فيها. يلا خليني نلعب صافي عافاك تلقصها صافي خليني نقز صافي عافاك تلقيها بشعري ما تلقيها بشعري. لا خليني نقز خليني نقز عطيها وي يلا خليني نلعب وخلي صافي نقز دير لي بيتي انا ما تلقيها بشعري. لا ما نتلقص خليني نلعب ولا لا ويلي ويلي يلا عبر عليك امينه عبر عليك زعما طلبتك افادي وصافي تلقيها بشعري. لا لا خليني نلعب ونتلقى. لا ما بيتيش تلقياك واخا يلا صادم مره الا قلت لك تلق تلق و حتى نقول انا ماما بالله. يلا سير قولها لها لا قفرتها مينا تعرف راسك انت الهضره معاك من بعدي بلاتي. والله فقساتني يا اختي الباتول والله الا فقسات. لا 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 تعصبيش راسك يا اختي فوزيه ديري الما منين دوزي ديري الما منين دوزي. اه يا اختي الباتول ماما انا عام سيدي فهد. هضري مع مينا ماما ما خلاتنيش نقز فوق التليق وما خلاتنيش نتفلها سهره. سير سيدي فهد تلعب لا يخسر لك خاطرك. اسكاع على مينا اخلي الدري يلعب. عاد فين هاد مريم حتى هي؟ اه قلت على ماما يلا خليني نلعب. ايوا عرفتي ما تري باز الدار طبر راسك انا ما باقي سوقي انا سنتزفوا بالمخاد
اي اه ضربتيني اك اي هاك يا الله هاك سد سد هادي سد اي هاي تفعلك بهاد ليه ليه مالك يا مشاعر واه عندكم تلفازة كبيرة جالنا هذيك التلفازة لا لا مظريفه ما والو انا اللي عرفها لا لا يلا يا اختي فوزيه ما عليك غير بالصبر ماما ماما بيمشي للطواليت ويتك ويتك على سيدي فهد لا لا البات ولا ما وريت الطواليت هي الطواليت هي الاولى دابا نعيط لولد جاي ماني نتيما ولا يا اختي البات راه الوليد عندي كبار ولا تيمشي للطواليت بوحدو انا تمشي للطواليت بوحدي ويلي يا اختي فوزيه انت جاي ترتاحي زعما علاش بتمشي تعذبي راسك ودابا يمشي مع ولدي هكا كي واش بس ما كاينش بس ما كاين ولد ايمن ايمن لا لا ما كاين حتى شي مشكل اواجه لا من الوالده عيطت ليها لا ما ولدي الله يرضى عليك انت معاك فهد الطواليت هي هي الاولى الوالده بالزربه يلا سير اوليدي معاه سير يلا الله يرضى عليك اولدي يلا معايا بشويه عليك يلا يلا ايوا كملي ليا ايوا فين خليناها بعده خليناها بعده فاش جيت على الحمام ايوا ضربت لها واحد الحكه فيها على تركه يلا اش تسنى لا حتى تمشي فحال يلا انا ما تنشوفش لا ما ندير والو حتى تمشي فحال يا انت ما فهاد شي مشكل ديال داكشي اللي بديتي دغيا لا لا غادي تشوفني لا يلا انا مشيت ولكن غادي نخلي الباب حلو شي خز ليها وسد الباب عاد ندير داك السيل اللي بغيت نديرها يلا حنا غادي نسد هاد الباب سدو حتى نشوف فيك حتى نشوف فيك يلا وسد الباب احنا سدينا قربتي باقي مسالي صافي سالي نراش دار نراد شو صوت السقف عزيزي تعلق معايا في الخاميه زيدي بحال طرازه مالي ما تخافش غادي تطيح تعلق تعلق ما تخافش ما تخافش تعلق واه شي زوين ساه قلت لك قبيله تعلق ما بيتيس زوين عندك الصحه شي زوين سيدي فهد نعم ماما يلا وليدي راه خصنا نمشيو واخا ني زاي خصنا نمشيو خصنا نمشيو ايوا اختي الباتل والله ما سخيت ولكن خصني نمشي ويلي على بيتي تمشي وربي الا ما قعدتي يلا نصب العشاء وتعشاو معنا والله ما كرهتي اختي الباتل راه كيعرف خص راجلي يجي يلقى العشاء واش وربي الا ما عاودي بحال هاد المجيه هادي عافاك ماما خلي فهد يبات معنا ماما خليه يبات عند خالتي الباتل على الراس وعلى عينا سيدي فهد راه الباتل بحال خالتك